معي من اسطنبول وائل علوان، المستشار الإعلامي للهيئة العليا لمفاوضات جنيف. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد وائل. إذا جنيف 5 سيكون مختلفا عن غيره، هذا ما قاله سافن دمستورة، ماذا عنكم؟ نعم، تحياتي لكم. أبدأ من حيث انتهى تقريركم، حيث أن معظم التوقعات إلى أن جنيف بجولاته المتعددة كما أسفنا لا يصب على الأسد إلا بالمزيد من فرص تضييع الوقت والهروب من الاستحقاقات الدولية. ذلك أن هذه اللقاءات جميعا لا تنعكس على أرض الواقع بشيء. معاناة الشعب السوري ما تزال في تصاعد وتفاقم، في حين أن الاستحقاقات الدولية تمضي مع الأيام ب يعني شكل من أشكال تخزيل المواقف واختصار الاستحقاقات. فبعد أن كان الاستحقاق هو إيقاف إطلاق نار شامل لكل الأراضي السورية، أصبح مخصص بأربعة مناطق. يعمل الآن سيد دينستورا على المقاربة بين مخرجات أستنا والاستحقاقات الدولية التي كانت محل نقاش ومفاوضات الجولتين الماضيتين. هذه المقاربة هي مقاربة المتناقضات، يعني في حين أننا أمام استحقاق انتقال سياسي كامل وإطلاق نار ثوري على كامل الأراضي السورية، أصبح تخفيف تصعيد وعلى أربعة مناطق فقط. والحديث عن مصير الأسد ما زال بين موقف أمريكي واضح أو موقف روسي متشنج. طيب، مصير الأسد والأسد وعملية الانتقال السياسي سنتطرق إليها. من راض على هذه المفاوضات سيد وائل؟ يعني أنتم تقولون لا تعولون شيئا على هذه المفاوضات، هي مجرد تضييع للوقت، فرص تضييع للوقت لنظام الأسد كما قلت. وحتى وليد المعلم منذ فترة قصيرة قال بأنه لم ولن تغير هذه المفاوضات من شيء، لن ينتج عنها شيئا كما حصل في نسخ سابقة. نعم، هناك تصريحات كثيرة لنظام الأسد كانت قبل هذه الجولة تؤكد أن مسار أستنا هو المسار الذي ينقذ الأسد، وأنه يعول على مسار أستنا ولا يعول على مسار جنيف. حتى أن رأس النظام المجرم صرح أن مفاوضات جنيف أصبحت غير فائدة ومفيدة، أو أنها لا جدوى لها مع وجود مسار أستنا الذي أنقذهم من الكثير من الاستحقاقات الاتفاقيات الدولية التي نصت على تجريمه في الكثير من الأمور. طيب، جنيف هي لمن تعتقد مهمة؟ إلى أي درجة تؤيدون الطرح الذي يقول بأنه جنيف لا يوجد دور لروسيا فيه مما هو عليه في أستانا؟ يعني وكأنه أستانا تتيح إن كان للروس أو للإيرانيين دورا أكبر للقضية السورية، لدورهم في القضية السورية من حيث ترتيب تفاصيلها، حيثياتها. يعني إلى الآن أنا أقول إن روسيا استطاعت أن تستغل الفرصة الأكبر في غياب اللاعب الأمريكي، سواء كان الغياب باللامبالاة في عهد الرئيس الأمريكي السابق أوباما، أو بالغياب بفترة الانتقال الرئاسي، فترة الشلل الخارجي للسياسة الأمريكية. استطاعت تستغل روسيا هذا الغياب أحسن استغلال بإيجاد مسار أستنا. المفروض أن مسار أستنا هو مسار وقف، هو مسار تفاوض عسكري للأمر الذي هو مستحق في تزامنا مع المفاوضات السياسية، وهو إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات. نعم، المشكلة أن الغياب الأمريكي في عهد ترامب تحول إلى خطة أمريكية راعتها روسيا واستغلتها من جديد، وهي خطة المناطق بعهد أوباما. طيب، أنا أشكرك جزيلا. الغياب الأمريكي، كنت تتحدث لأنه الموقف الأمريكي الجامد إذا صح التعبير بعهد أوباما. نعم، يعني عهد ترامب لا يوصف الآن، على الأقل في بداياته، يعني لم يتوقع كثيرون هذا عهد ترامب. إلى الآن الخطة الأمريكية للشرق الأوسط ولسوريا غير مستقرة حتى الآن. نعم، الأمر المستقر كموقف هو موضوع المناطق الآمنة. تغزلت روسيا بخطتها بالخطة الأمريكية مراعاة لها لموضوع المناطق الأربعة مخففة التصعيد. ليس لدى أمريكا مشكلة في الخطة الروسية سوى النفوذ الإيراني. سنرى ما ستؤول إليه هذه المحادثات فيما يتعلق بمصير الأسد كما تطرقت والانتقال السياسي. شكرا لك من اسطنبول وائل علوان، مستشار الإعلامي للهيئة العليا لمفاوضات جنيف.